حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال حدثنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب أن صفوان بن عبد الله بن صفوان حدثه عن أم الدرداء عن كعب بن عاصمين الأشعري قال ابن بكر ابن عاصمين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. حدثنا سفيان عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن عاصمين الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر.